سريميتس يقول لي حتى فاما السيفي. عقب هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر عام 1973، وجدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير نفسها مضطرة إلى تشكيل لجنة للتحقيق للبحث في أسباب الهزيمة. عقدت اللجنة برئاسة القاضي شمعون أجرانات وعضوية 4 من القانونيين ورؤساء الأركان السابقين لتستمر أعمالها أكثر من 140 جلسة. مثل أمامها عشرات من العسكريين والسياسيين في محاكمات لم تخل من المحاباة والانحياز، وأنهت مسيرة عشرات من القيادات التاريخية لإسرائيل. لجنة أجرانات، الأربعاء في 10 مساء على الوثائقية.